فين يا معلمة؟ امسك البلطو ده، هي بتبقى مفتحه عليه زي الفنجان كده، ده اغلى بلطو على مستوى العالم كله. ايه اللي عيني تبقى مفتحه؟ ده انا بقالي اسبوعين مستنيين. واحنا كمان زيك. انا جاهز. يا لهوي يا بصيبتي يا خرابي، ايه اللي انت عامله ده يا ابو البنات؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ هناك يا ده الله، احنا مش حجاج وراجعين من الحج. ايه يا حبيبي راجعين من الحج؟ ده الكلام ده نلبسه في الصفا والمروه واحنا بنحج، مش واحنا رايحين الحاره. اطلع غير هدومك، يعني مش فهمش وما بيسرقش فهم وهم بيتحاسبوا؟ اطلع غير الهدوم. ايوه بس هلبس ايه؟ انا حاطه لك الجلابيه البيضاء على السرير فوق يا حبيبي، يلا اطلع مفهوم؟ طبعا. بقول لكم ايه يا شباب، خلي بالكم المعلم حنفي، لحسن ده كده هيودينا في 60 داهيه. ولا ابوك المعلم حنفي جاي هنا في شريشه ولا كانه يوليوس قيصر في زمانه؟ لازم كنت تشوفيهم. مين يا بنتي انت وهي بطرة وقيصر اللي انتوا عمالين تتكلموا عنهم دول؟ يخرب بيتك يا امينه، طفي السيجاره، امك وابوك يوصلوا من السفر. هما وصلوا؟ اهلا. يا ساتر يا رب. يا بنت انت واكله تطوره يا بنت؟ بقول لك ابوك وامك وصلوا، طفي السيجاره بدل ما يشوفوك يخلوا عيتك منيله. اذا كان على ابوكي غلبان اكلفته باكله لحمه راس من النصريه، انما امك هي اللي قادره ومحدش يقدر عليها. يا اختي انا عارفه سجاير ايه اللي بتشربيها، مقتكي ومخلياكي عامله زي المسمومه وطول الليل. مش احسن ما ابقى غاويه اكل وعامله زي الفيل ابو زلومه زيك؟ فيل؟ فين ده فين؟ ما تبصي يا ماما على قوامي اهو، ولا غصن البال، ده انا خلاص ما بقتش عارفه امشي من كتر المعاكسات في الشارع. لو انت الصادقه ده انت عايزه شارع عرضه 60 متر اتجاه واحد عشان تعرفي تمشي فيه براحتك. بنت انت زودتيها قوي. البادي اظلم يا ماما. عارفه لو ما سكتتيش هحطك تحتها وهبططك. تحطي مين وراك؟ جرايه انتوا دلوقتي هتمسكوا في بعض قدامي، انتوا اتهبلتوا؟ صدقه لما ماما تيجي احكي لها اللي حصل ده. لا يا حبيبتي بلاش ماما عشان خاطري. سمي حبيبتي احنا اخواتك وما تدخليش حد ما بيننا. لا والله. اه والله. دلوقتي عاملين فيها زي القطط اللي شافكم من شهر فاتحين صوتكم قد كده زي الكلاكس ما يشوفكوش دلوقتي. اما الادب حلو صحيح. نتعصل لمسكين. ماما جت صغيره يا بنت. يا ابتسام. ماما جت. ماما جت يا امينه يا اولاد. على مهلك على مهلك. الحمد لله على السلامه يا بنت. يا روح قلبي. الحمد لله على السلامه. وعدتونا. امينة نورتي بيتك يا امينة. انت بنت يا حبيبتي. اهلا اهلا. وحشتيني. وحشتيني يا ولاد. على السلامة يا حاج.
يا حبيبتي. هاي روح. اهلا 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 اهلا. قلت لك وحشه ايه ده؟ كاني بقى سنه ما شفتكوش. نورتي بيتك يا حبيبتي. يا حبيبتي منور بيك وبيا يا رب. قوي يا ماما. ان شاء الله ما نتحرم من بعضين. بس بقى كلميني عن الزفه الملوكي لامي حبيبتي داخله هزت الحاره بيها. شوف البنت بتتريق على امك. لا مش ملوكي ليه؟ هو انا قليله ولا ابوكي قليل؟ وبعدين احنا كمان ما احنا ملوك، احنا ملوك الحته. ده كده بقى لازم نقول لك الحمد لله على السلامة يا سمو الملكة. مبسوط؟ شايفة حنفي بنتك بتتريق على امها؟ لا يا ماما. أمينة بتضحك معاك يا حاجة. قولي لي يا بسبوسة، كنت بتاخدي الدواء في ميعاده بقى ولا كنت بتنسيه عشان أنا مش موجودة؟ لا يا حبيبتي كنت باخده في ميعاده طبعا، عمري ما نسيته. لا يا ماما، حتى لو كنت بتنسى أنا كنت بفكرها. أنت فاكرة حاجة غير الأكل وكرشك؟ بس بحبك أعمل إيه؟ شوفي مين ابتسام على الباب. هو في شنطه تانية طالعه ولا ايه؟ لا يا اختي، تلاقي الحلنبوحه اخته روحيه هي اللي طالعه تطمن علينا. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تضيعيش حسناتك يا حاجه. قومي يا بنت. شوفي مين. حاضر يا بابا. اقعدي يا بنت. هو انت كده اول ما جيب سيره المخفيه اختك تتقلب؟ انا ما اعرفش الولاد عامله لنا ايه، زي ما تكون بتسحر لنا. طيب استاذن انا بقى قبل ما المعركه تبدا. سلام عليكم. رايحه فين يا بنت التويه؟ مش هتسلموا على عمتكم؟ يا بابا هي اللي راجعه من الحج ولا انتوا؟ وبعدين يعني ما هي في وشي ليل ونهار مش هتلحق توحشني. هي اللي راجعه. طيب امي بقولك. حاضر يا بابا. مش كلام فارغ. يا حاجه ما تنسيش انت لسه راجعه من الحج. اتفضلي يا عمتي. ازيك يا ابتسام؟ ألف صلاة ألف صلاة يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. ألف حمد لله على السلامة يا أخويا. الله يسلمك يا روحية. حج مبرور وذنب مغفور. إحنا جايين عشان نقولك حمد لله على السلامة يا حج، وحمد لله على السلامة يا حجة. الله يسلمك. حمد لله على السلامة يا خالي. الله يسلمك يا حنان. حج مبرور يا خالي. الله يخليها. اقعدي يا روحية. يا أخويا ربنا يكرمك دايما يا رب. حمد لله على السلامة يا طن. تعيش يا حبيبي الطن. يا حنان يا بنتي عامله ايه في الجامعه دلوقتي؟ كله تمام يا خالي، بس انا بقى عايزاك تدعي لي دعوه حلوه كده علشان اجيب تقدير السنه دي واتعين كده وابقى معيده في الجامعه. طبعا ان شاء الله هتبقي احلى معيده فيك يا مصر يا حنان يا بنت روحيه البرنس. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. راجع يا اخويا من الحج وشك منور. يا اختي هو وشه منور وانا ايه؟ مضلمه عليا غضب الله ولا ايه؟ هو ايه اللي مضلمه؟ جرالك ايه يا كيداه؟ هو انت يعني رحت الحج ورجعتي ولسه حطاني في دماغك وزعقه؟ وانت مين يا اختي عشان احطك في دماغي؟ انا عندي حاجات كتيره قوي مهمه اهم منك احطها في دماغي. ما تصلى على حضرة النبي. امال الف صلاة على الحبيب المصطفى. انا كنت جاي يا اخوي عشان ابارك لك بمناسبة رجوعك من الحج، وبالمناسبة يعني اشكرك على الشنطة الكبيرة اللي مليانة حاجات حلوة اللي جبتها لنا. اللهم القبيل فيما جرت به المقادير. الهي يا رب ما نتحرم من دخلتك علينا يا اخويا. هتتحرمي يا اخويا بعد الشر. الا قولي الحج السنه دي سمعت كده انه كان صعب وزحمه قوي. الحمد لله يا اخويا انك رجعت سليم. بالنسبه لي انا وكيداهم ما كانش فيه زحمه. يا اخويا ربنا كرمك من واسع. اقوم انا بقى واسيبكم تروقوا مع بعض. مع السلامه يا اختي. مع الف ما بدري يا اخويا. ما انا هرجع تاني تكونوا فقتوا ورقتوا كده. قال على راي المثل يا بخت من زار وخفف. لا وانت بتحسي وبتفهمي في الاصول قوي. لا انت عارفه كويس قوي يا كيداه ومن انا بحس وبعرف في الاصول قوي، وجاي عشان اعمل واجب. كتر خيرك يا اختي. فوتك بعافيه يا اخويا. ما بدري يا اختي بدري. سلامه. خدي امك معاك يا حنان. خديها. جرأة يا جرأة يا كيداه. في ايه دي؟ مهما كان اختي برضه. مش كفايه انك مقعده في قلب بيتي بلوشي؟ ما يصحش يا ماما، ما يصحش بجد اللي انت عملتيه ده في عمتي خالص يا ماما. بصراحه احرجتيها اخر احراج. ايوه قولي لامك. هو انت كده ما تصدق ان يجي حد في صفك؟ جرى ايه؟ الله هو احنا في حرب. هي اختك كده لازم اوريها الوش البلاستيك حكم دي تخاف ما تغسشيش. وبعدين تعالى لي هنا. تعالى قولي ايه موضوع الشنطه المستفه دي؟ جبتها امتى؟
وازاي وفين. خدي بيدي يا بنتي. تعالى يا بابا. ضهرك تعبني وعايز الحق العشاء. سلامة ضهرك يا حبيبي. عشاء. يا صباح الفل يا معلم. صباح الخير يا اخوان. صباح الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام يا سيدي المعلمين الحمد لله. الف حمد وشكر ليك. السفيره عزيزه رجعت امبارح ومعاها متعوس الربع حنا. دول داخلين بحته زفه ملوكي. فاتتك انت اللقطه دي يا معلم. اخويا انا كنت هشوف الامله. قول لي اخبار الفرن ايه؟ والله يا معلم الحال نايم. كم صنف اللي عملوا الفرن كيداهم كان الجو مننا. طب ما نشوف الاصناف اللي بتعملها كيداهم ايه ونعمل هنا زيها واحسن. طب ما ننزل الاسعار يا معلم ونسحب الرجل علينا. لا مش هي دي الفوله يا فؤاد. كيداهم طول عمرها حظها في رجليها، تحط ايدها في التراب يبقى ذهب. مش هي دي برضو الحب القديم يا معلم؟ يا ريتني ما حبيت ولا تنيلت. ليه انت مش قادر تنساها لغايه دلوقتي؟ تتبلت يا ابني. ده حاجه من قديم الزمن بقى لها فوق من 40 سنه. وبعدين هو يعني اللي خلق كيداهم ما خلقش غيرها؟ امال ليه يا معلم مش راضي تتجوز لغايه دلوقتي؟ بصراحة حكاية كيداهم دي صدت نفسي عن صنف الحريم. وبعدين بيني وبينك ما لقيتش الحرمة اللي تكيفني، اللي تدخل قلب كده من غير لا إحم ولا دستور. أيوه يعني ربنا يديك الصحة يا معلم، بس برضه يعني العمر بيجري. عايزين نفرح بيك كده ونشوف لك ولي عهد. ربك يعمل اللي فيه الخير. ماشي يا سيدي المعلمين، أروح أشوف شغل أنا بقى. ربنا يخليك لي يا حبيبي. نوف جميل يا نوف. ربنا يخليك. الله عدوي في حاجة؟ لا يا ست كده بس هو في شغل كتير كنت جاي ادحنك. اه طيب روح انت هو هيحصلك. مالك؟ وبعدين يا حبيبي؟ جدع اللي اسمه عدوي ده بصراحة بقى مش مرتاح له. ليه بس يا حبيبي؟ ده واد جدع وشايل الحمل عنك. بقول لك ايه؟ أنا راجل دغري ودم حامي. بصراحة ما بحبش الست اللي أنا هتجوزها يفضل واحد باصص لها في الرايحة والجاية. خصوصا إنك مش أي ست. احنا لازم نشوف له سكة ونمشي من هنا. براحتك يا حبيبي. اخوات ايه الدوشة اللي هناك؟ مش عارف يا معلم اروح اشوف في ايه. لا استنى انا جاي معاك. يعني ايه يا اخويا الشقة اتأجرت؟ والألفين هي في اللي انا كعاهم راحوا فين؟ بص انت وهو ده انا وديكوا في 60 داهيه مش انا يا اخويا اللي اتنصب عليا ده العدل. قريب انت الله ايه الشبوره اللي انت دخلنا بيها دي؟ يلا يا نصاب يا حرام انت والراجل العره اللي جاي يخطف شقه من مره. بلاش قله ادب وكلمي كويس. لو انت دافع 2000 جنيه انا دافع 3 ومش هجيب الشقه دي غير على جثتي بقى كده. طب اتشهد بقى على روحك. يا مين دي يا عم؟ ما تتكلم يا عم. تعال لي بقى. يلا بقى. الله 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 هو في ايه يا عيال؟ تعالى يا معلم. ايه العواد انت وهو في ايه؟ الله 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 ومين اللي كوم الراجل ده ورماه على الرصيف كده؟ انت يا اللي بتسمي انت ايه اللي حضرتك يا بنت عندنا هنا في الحته وتطلعي مين وعايزه ايه؟ وانت مالك انت يا وليه اللي حصل؟ والولو عليك ساعه وسكت وليا؟ لا انت مش عارفه تتكلمي مين يا بنت انت ولا ايه؟ اقفوا مع وجهه وكلمي عادل اللي اجيبك نصين. ودي مين دي ان شاء الله تطلع مين دي؟ اخلص يا بت دي المعلمه كيداهم. معلمه عليك انت يا جعير. لا بقى ده انت عايزه تتربي وتعرفي ان الله حق. نشرحها ونخلص يا معلمه. لا اللي زي دي عايزه مره تعرف تربيها وانا اللي هكيفها كويس قوي. انتوا شايفين الراجل ساحب في دمه واقفين بيتفرجوا؟ ما حد يتصل بالاسعاف. لا اجل الاسعاف يا ناطع انت كمان عشان هشيلهم توين زي وهو. تمور يا معلمه. انا كمان مش هحط مقامي من مقامك. انا هجيب لك بنتي من بنات يا كريمه. تعالي يا حبيبتي كيفي الوليه دي. ايه ده؟ دي مين اللي جت اللي هدبها علينا في حتتنا؟
وايه جبل المقطم اللي جاي يتدحرج علينا ده يا اختي؟ ما كنتش عامله حسابك. جبل مقطم ايه يا وليه؟ يا دائري يا مكعب داير انت، بسك عليا بيت. تعالي ده انا هعرفك دلوقتي مقامك. لا تعالي لي انت بقى يا روح امك. روح امك يا نهار ابوكي اسود. انت عملت في البيت ده؟ الله الله يرحمك. ايه اللي عملتيه ده؟ الله يخرب بيت ابوكي. يلا بقى، ايه الحكايه بالظبط؟ ابدا يا سعاده الضابط، بلاوي بتحدف علينا. البت دي لازم تحبسوها، اتهجمت علينا في الحتة وضربت الراجل الغلبان زي ما حضرتك شايف كده، وعورت بنتي كمان. يا بيضة، هما اللي نصبين وحرامية ونصبوا علي. اخراصي دك قطع لسانك من الغلو. ابلاوي بتتحدف علينا، ان ما ربيتك ما باش انا المعلمة كيداهم. ايه ده؟ اتفاكرين نفسكوا فين؟ الو، يا ست اللواء. لا ابدا، انا في الاسم عشان موضوع صغير كده. بنت الشوارعيه لابط كده، جت رمت بلاها علينا في الحته. عورت واد عندي كده غلبان وضربت بنتي كمان. قال ايه؟ عايزه تسكن عندي بالعافيه كده. حاضر، عينيا الاتنين. سياده اللواء بدر سليم عاوز يكلمك. الو، اهلا يا سياده اللواء. اهلا يا باشا. لا يا باشا، لا لا، ده موضوع بسيط وهيخلص على طول ان شاء الله. لا لا، ممكن كلمتين على انفراد يا معلمه؟ قوي قوي يا معلم، اتفضل. مش حرام عليكي تفتري على البنت الغلبانه دي بالناس اللي انت مستويه بيهم؟ جرى يا معلم عادل، هو انت معايا ولا معاها ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا لا معاكي ولا معاها، انا مع الحق. الواد الصبي بتاعك راح خد منها القرشين اللي حالتها واجر لها شقه، وبعد كده راح اجر نفس الشقه الراجل تاني، يعني نصب عليها. لا مؤاخذه، ما تقولش نصب دي يا معلم. اخرس يا واد، اما المعلمين يتكلموا انت تخرس خالص. خرسنا يا سيدي. اطمن سعادتك يا فندم. لا 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 لا، تحت امر حضرتك يا باشا. ماشي يا فندم، سلامه الله. اتفضل اتفضل، الف سلامه. اتفضلي يا معلمك يا دهو، تقدري تتفضلي انت والرجاله بتوعك واحنا هنعمل اللازم. متشكره يا حضره الضابط. تحت امرك. بالاذن يا معلم. يلا يا رجاله. يلا معلمه، نستاجز احنا. سلام عليكم. الف سلامه. الله الله الله. يا بيه يا بيه، ده عقد ايجار الشقه هتلاقي تاريخه قبل العقد بتاع الراجل ده. حتى لو كلامك صحيح، تقومي تعملي فيها فتوى وتفتحي دماغ الراجل وتنزلي ضرب في مخاليق ربنا؟ ليه هي سايبه؟ الا بالحق يا واد يا حليمو، انت فعلا نصبت على البت دي؟ يعني كانت كاتبه معاك عقد قبل ما يجي المستاجر الجديد ودفعت لك ثمن الشقه؟ يا معلمه، البت دي حوارات، قعدت تفاصل معايا وخنقتني، وفي الاخر دفع الألفين لحلوح بطلوع الروح. انما الراجل التاني ده عسل، حط التلات بكاوي وما فتحش بقه. طب بذمتك انت ادي الشقه لمين فيهم؟ يعني عشان خاطر ألف جنيه تعمل فينا اللي انت عملته ده؟ اتجننت في عقلك ولا ايه؟ تجيب بنت ما تسواش نكله تخلي اللي ما يشتري يتفرج علينا في الحته، واحنا طول عمرنا اسياد الحته؟ ما نعرف منين يا معلمه انها هتعمل الشبوره دي كلها. طب افرض ما كانش عندنا واسطه كنا عملنا ايه؟ اتفضل قدامي، حسابي معاك بعدين. يلا اخوي، يلا يا مخفي انت كمان. حضره الضابط، دي بنت غلبانه نصبوا عليها وخدوا الفلوس اللي حلتها. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ انا المعلم عدو الناشف، ومستعد اراضي الراجل ده واديله التعويض اللي يطلبه ويتنازل عن المحضر. انا متشكره قوي يا معلم، انا مش عارفه اودي بصراحه جمايلك فين. على ايه يا صافية؟ الناس دي بعضيها، وبعدين انت صاحبه حق. هو المعلم عدو كده، ما يحبش حد يجي على حد ابدا. ربنا يخليه يا رب ويوقف له ولاد الحلال. قول امين. امين يا رب. ان شاء الله. انا بقى قولي لي بقى، انت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ والله يا معلم ما انا عارفه، انا حتى حاجتي وعفشي اللي اترموا في الشارع مش عارفه هما فين دلوقتي. لا ما تقلقيش عليهم، في الحفظ والصون. ازاي يعني؟ انا خليت الرجاله بتوعي يلموه ويحطوه في المخزن، وانا بنفسي هوديهم لك منين ما تحبي، واطلعهم لك لحد البيت وافرشهم بنفسي كمان. ربنا ما يحرمني منكم، انا مش عارفه اودي جمايلكم دي فين. ناويه قولي لي، هو انت منين يا صبحي؟ انا من طنطا، وجيت هنا عشان اكل لقمه عيش. طيب ومالكيش حد هنا؟ لا والله يا معلم، انا مقطوعه من شجره، ابويا مات من زمان
وامي حصلته من سنتين. هو انت بتشتغلي ايه اصلا يا صفي؟ انا زي ما تقول كده بعمل من انساده وبالعجوه وبعمل بوريك باليانسون وحاجات كتير يعني، وكنت ناوي اعمل فرشه في الحته يعني واقعد ابيع فيها على قدي. الله الله الله، ده انت بقى صاحبه كار زينا. لا يا معلم العفو، وانا ايش وصلني ليك؟ انا يعني كده على قد حالي. طب الكاميرا وصلك شو يا فؤاد؟ ماشي يا سيدي المعلمين، اركب يا صافي. سمي بقى وخش برجلك اليمين. الله، دي شقة حلوة قوي يا معلم، دي حلوة قوي، بس أنا مش هقدر أدفع إيجار شقة زي دي. دي الشقة اللي كنت هاخدها من كيداهم كانت أوضة وصالة وبمنافعهم وفي السلام. سيبك من كيداهم، أنت دلوقتي مع المعلم عدوي، واللي مع المعلم عدوي ليه دعوة بكيداهم ولا بحنف البرنس؟ وما تحمليش هم الإيجار، اللي تقدري تدفعيه ادفعيه، والبضاعة بتاعتك كمان كل يوم الصبح تقرصيها وتحطيها في الصاجات وتيجي تخبزيها في الفرن عندي. ربنا يخليك يا معلم، أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة، ادعي له بس ربنا يخليه لنا. أمين يا رب. يلا هنزل أنا بقى عشان أخلي العيال يطلعوا العفش. خدني معاك يا فؤاد، إذا احتجتي أي حاجة تجيلي على طول. سلام عليكم. وعليكم السلام، كتر ألف خيرك يا معلم. تحرمش منك يا رب. اتفضل معاك. مع السلامة. بس انت عملت واجب جامد قوي مع البنت دي يا معلم. بنت غلبانة صعبت عليا، وبعدين مش قد كيداها. وبيني وبينك انا سجلتها عندي فوق هنا بالعين في حالها. طب وكيداها يا معلم هتفوت الليلة دي؟ اعلم في خيلها تركبه، توريني هتعمل ايه؟ طب ليه طيب؟ ننفخ في النار تاني بعد ما هديت؟ هديت؟ ده بتيالك. ده من على الوش بس، ما على ايدك، ما ديك شايف كيداه ومحنفي عمالين يلخبطوا معايا من تحت لتحت. والله يا معلم انا خايف للبت دي تبقى الضحيه في الاخر. ما ده احنا قاعدين نتفرج لما نشوف ايه اللي هيحصل. بس على الله بقى كيداه ومحنفي تدوها هم الاول. كل العركه دي تحصل وانا قاعد في محل الحسين ومش دريان. اسكت يا حنفي، بت قليلة الأدب ولسانها متبري منها ومحدش ملاعينها في الحتة. واللي زاد وغطى بقى اللي مخفي اسمه، اللي قاعد يعمل لي فيها سبع رجالة ببعض عشان يلفت نظر اللي ما تسمى دي اللي اسمه عدوي. أيوة، ما هو عايز جنازة ويشبع فيها لطم، وطبعا لما لاقيك في الليلة حب يتمنظر قدامك ويعمل برم. يا راجل انت لسه فاكر ده كلام كان زمان، وبعد كل شيء اسمه ونصيب، وانا خدت نصيبي من الدنيا. احنا نصيب ربنا بعتولي اللي هو انت. الله، طب ليه بقى حشر مناخيره في كل حاجه كده؟ ما انت عارف هو يحب يحط مناخيره كده في السقطه واللقطه. بس بيني وبينك يا كيداهم، هو برضه عنده حق طبعا. ما انا خطفت منه المزه اللي كان متشحتف عليها، ومش اي مزه، صاروخ صاروخ ارض ارض يا ارض تهدم عليكي قدي. بس خد صوتك شويه احسن بلدك تسمع الكلام الحلو اللي بينقط من بوقك عسل ده، من زمان ما سمعتوش يا حبيبي. وطي صوتي للبنات تسمع، ده مصر كلها سمعت. ايه القهوه فارت وهم جم. طب هم افتح الباب بقى. مين يا معلم؟ يا معلمه في ايه يا واد؟ مالك جاي متعفرت ليه؟ في ايه اللي حصل؟
جدع اللي اسمه عدوي ده مش ناوي يجيبها لبر. قطع اسمه من سجل اللي عايشين كلهم. عمل ايه تاني اللي ما يسمى ده؟ جاب البيت بتاعت الخناقه اياها وسكنها عنده. لو ايه خلى رجالته هم اللي يطلعوا لها العفش كمان. لا 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 بقى، ده زودها، ده بيتحداني. هو ايه عاوز احط راسي براس البت دي؟ ده انا المعلمه كيداهم. مبسوط يا حنفي؟ اهدي بس يا معلمه كيداهم. اهدى ايه ونيله ايه؟ هو يعرفها منين؟ قال على راي المثل ما بيقول البقره بتولد والطور عمال يحزق لها. ليه؟ بيجاملها. ادي قلتها بس. وحياه معصيصي دي لخلي اللي ما يشتري يتفرج على عدوي ده. بصوا بقى يا معلمين، انا جمعتكم دلوقتي عشان تحكموا بيني وبين المعلم عدوي الناشف. انا مش فاهم الراجل ده حطتنا ليه على راسه وزاعي عمال يرازي فينا، مع انه عارف كويس قوي ان انا ممكن امسحه من على الارض باستيكا. بس انا قلت اجيبكم واشهدكم بينه وبينه، وكده يبقى عداني العيب. وعلى كل ان انا بعدت انده. عمل ايه تاني يا معلمه؟ السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا معلمه كده؟ خير خير. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا معلم عادل. اتفضل اتفضل يا حبيبي، اقعد يا حبيبي.